بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا إلكترونيك بلاد تيوب هو جهاز لقياس الباراميترز في الدم باستخدام خوارزمية الذكاء الاصطناعي. واخترنا بعض من أهم الباراميترز اللي بنقيسها، اللي هي كريات الدم البيضاء وكريات الدم الحمراء وحجمها، ونسبة الهيموغلوبين في الدم، والصفائح الدموية وحجمها. طبعا اخترنا هذه الباراميترز نظرا لأنها تتعلق بأكثر الأمراض شيوعا بالدم، وهو فقر الدم. وبإذن الله تعالى في المرحلة الجاية نشتغل على الديزاين حق الجهاز عن طريق ال 3D simulation.